Em eterna morte, ó Boeira, não oculta junto ao morte, ó Elo. Em cátedra, vamos te dizer em crescente, no te amém. Remember, ó Lord, those who have brought unto you these gifts, and those on whose behalf they have been brought, and those by whom they have been brought, give them all the heavenly reward. Pray for these holy and precious gifts, our sacrifices, and those who have brought them, Lord, have mercy.
strength, Trovisha Elevi. Spare us, support us, and uproot us to this.
All envy, all temptations, all works of Satan, the counsel of wicked men, the rising up of enemies hidden in the night, must take them away from us and from all your people and from this table and from this your holy place. But those things which are good and profitable do provide for us, for as you have given us the authority to tread on serpents and scorpions and upon all the power of the Yeah.
بولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس، بركته فلتكن معنا أمين. أما كل واحد في رتبته فالمسيح الباكور، ثم الذين للمسيح يقومون في حضوره، ثم الانقضاء إذ دفع الملكوت إلى الله الآب، ومتى أبطل كل رئاسة وكل سلطان وكل اقتدار، لأنه يجب أن يملك حتى يضع كافة أعدائه تحت قدميه، والعدو الأخير الذي هو الموت سيبطل، لأنه قد أخضع الكل تحت قدميه. فمتى قال إن الكل قد خضع له، فمن البين أنه غير الذي أخضع له الكل. فمتى خضع له الكل، حينئذ الابن نفسه يخضع لمن أخضع له الكل، ليكون الله الكل في الكل. وإلا في ماذا يصنع الذين يصطبغون من أجل الأموات؟ إن كان الموت لا يقومون البتة، فلما يصطبغون عنهم أيضا، ولما نقاسي نحن بالطهاد من كل أحد؟ إني كل يوم أموت وحق فخركم الذي لي في المسيح يسوع ربنا. وإن كنت حاربت الوحوش كما يختص الإنسان بأفسس، فما منفعتي إن كان الموتى لا يقومون؟ فلنأكل ونشرب، فإننا غدا سنموت. لا تضلوا، فإن القلوب الصالحة تفسدها الأحاديث الردية. أفيقوا إفاقة واجبة ولا تخطئوا، فإن فيكم قوما لا معرفة لهم بالله. ولتخجيلكم أقول ذلك، ولكن سيقول أحد كيف تقوم الموتى وبأي جسم يقومون؟ يا جاهل أنت، الذي تزرعه إن لم يمت لا يحيى، والذي تزرعه لست تزرع الجسم الذي سوف يصير، بل حبة مجردة، إما من حنطة أو حبة من باقي البذور، والله يعطيها جسما كما يشاء. ولكل واحد من البذور يعطى جسم في ذاته. كل جسد ليس هو الجسد بنفسه، بل جسد الناس نوع، وجسد البهائم نوع آخر، وجسد السمك نوع آخر، وجسد الطيور نوع آخر، وأجسام سمائية وأجسام أرضية، لكن مجد السماويين شيء، ومجد الأرضيين آخر، ومجد الشمس شيء، ومجد القمر آخر، ومجد النجوم آخر، لأن نجما يفضل عن نجم في المجد. كذلك قيامة الموتى تزرع في فساد فتقوم في عدم فساد، تزرع في الهوان فتقوم في المجد، تزرع في الضعف فتقوم بالقوة، تزرع جسما حيوانيا فتقوم جسما روحانيا. فإن كان ثم جسم حيواني فثم أيضا جسم روحاني. وكذلك كتب أن آدم الإنسان الأول صار ذا نفس حية، وآدم الأخير صار ذا نفس محيية، لكن ليس الروحاني أولا بل الحيواني وبعده الروحاني. الإنسان الأول من الأرض ترابي، والإنسان الثاني الرب من السماء. فمثل الترابي كذلك الترابيون، ومثل السماوي كذلك السماويون. وكما لبسنا صورة الترابي فنلبس أيضا صورة السماوي. وهذا أنا أقوله يا إخوتي، إن اللحم والدم لا يستطيعان أن يرثا ملكوت الله، ولا الفاسد يرث عدم الفساد. نعمة الله الآب تحل على أرواحنا يا آبائي وأخواتي، أمين. The Catholic Epistle from the first epistle of our teacher Saint Peter. May his blessings be with us all. Amen. Always be ready to give a defense to everyone who asks you a reason for the hope that is in you, with meekness and fear, having a good conscience, that when they defame you as evildoers, those who were vile, who were veiled, your good conduct in Christ may be ashamed. For it is better, if it is the will of God, to suffer for doing good than doing evil. For Christ also suffered once for sin, the just for the unjust, that he might bring us to God, being put to death in the flesh, but made alive by the Spirit, by whom also he went and preached to the spirits in prison, who formerly were disobedient, and once long suffering of God, waited in the days of Noah, while the ark was being prepared, in which a few, that is, eight souls were saved through water. There is also an antitype, which now saves us, namely baptism,
not the removal of the filth of the flesh, but the answer of good conscience toward God. To the resurrection of Jesus Christ, who has gone into heaven and is at the right hand of God, angels and authorities and powers have been made subject to him. Therefore, since Christ suffered for us in the flesh, arm yourselves also with the same mind. For he who has suffered in the flesh has ceased from sin, that he no longer should live the rest of his time in the flesh for the lust of men, but for the will of God. For we have spent enough the past of our lifetime in doing the will of the Gentiles, when we walked in lust, drunkenness, wiveries, and drinking parties. In regard to these, they think it strange that you do not run with them in the same flood of disposition, speaking evil of you. They will give you an account to him who is ready to judge the living and the dead. For this reason, the gospel was preached also to those who are dead, that they may be judged according to men in the flesh, but live according to God in the spirit. Do not love the world nor the things in the world. The world shall pass away and all of its desires, but he who does the will of God shall abide forever.
نطلب من قدس ابائنا الرسل الاطهار الحواريين المشمولين بنعمه الروح القدس بركه صلواتهم وتضبطهم فلتكن معنا جميعا امين. ايها الرجال الاسرائيليون اسمعوا كلامي هذا، ان يسوع الناصري رجلا من الله اظهره الله اليكم بالقوات والعجائب والايات التي صنعها الله به فيما بينكم كما انتم تعلمون. هذا برأي الله المحدود وسالف علمه، واسلمتموه بايدي الاثم وصلبتموه وقتلتموه الذي اقامه الله وحل مقاد الموت بما انه لم يكن ممكنا ان يمسك منه. لان داود يقول عليه: سبقت فرايت الرب امامي في كل حين عن يميني كي لا اتزعزع. لأجل هذا فرح قلبي وتهلل لساني حتى جسدي أيضا يسكن على الرجاء، لأنك لا تترك نفسي في الجحيم ولا ترى صفيك يرى فسادا. قد عرفتني طرق الحياة تتملأني فرحا مع وجهك. لم تزل كلمة الرب تنمو وتزداد في هذه البيعة وكل بيعة. أمين. Oh.
Oh.
رجاؤنا كلنا، شفاؤنا كلنا، آه يا
فراى
فذهب أيضا التلميذان إلى موضعهما. أما مريم فكانت واقفة على القبر باكية خارجا وميرا هي باكية نظرت داخل القبر. أبصرت ملاكين بلباس أبيض جالسين واحدا عند رأسه والآخر عند رجليه حيث كان جسد يسوع موضوعا. فقال له يا امرأة قال لهما لها يا امرأة لماذا تبكينا؟ قالت لهما انهم اخذوا سيدي من القبر ولا اعلم اين تركوه. فلما قالت هذا والتفت الى ورائها رات يسوع واقفا ولم تعلم انه يسوع. قال لها يسوع يا امرأة لماذا تبكين ومن تطلبين؟ فظنت انه البستاني. فقالت له يا سيدي ان كنت انت حملته فقل لي اين تركته انا اخذه. فقال ليسوع يا مريم. فالتفتت هي وقالت بالعبرانية رابوني الذي تفسير يا معلم. قال لها يسوع لا تلمسيني لاني لم اصعد بعد الى ابي. فامضي لاخوتي وقول لهم اني صعد الى ابي وابيكم والهي والهكم. فجاءت مريم المجدليه علمت التلاميذ انها رات الرب انه قال لها هذا. Said to them, they have taken away the Lord out of the tomb, and we do not know where they have laid him. Peter therefore went out, and the other disciple, and were going to the tomb. So they both ran together, and the other disciple outran Peter, and came to the tomb first. And he, stooping down and looking in, saw the linen cloth lying there, yet he did not go in.
Then Simon Peter came following him and went into the tomb. And he saw the linen cloths lying there, and the handkerchief that had been around his head not lying, with the linen cloths but folded together in another place by itself. Then the other disciple who came to the tomb first went in also, and he saw and believed. For as yet they did not know the scripture that he must rise again from the dead. Then the disciples went away again to their own homes, but Mary stood outside by the tomb weeping. And as she wept, she stooped down and looked into the tomb. And she saw two angels in white sitting, one at the head and the other at the feet, where the body of Jesus had laid. Then they said to her, "Woman, why are you weeping?" She said to them, "Because they have taken away my Lord, and I do not know where they have laid him." Now when she had said this, she turned around and saw Jesus standing there, and did not know that it was Jesus. Jesus said to her, "Woman, why are you weeping? Whom are you seeking?" She, supposing him to be the gardener, said to him, "Sir, if you have taken him away, tell me where you have laid him, and I will take him away." Jesus said to her, "Mary." She turned and said to him, "Rabboni," which is to say, "Teacher." Jesus said to her, "Do not cling to me, for I have not yet ascended to my Father, but go to my brethren and say to them, I am ascending to my Father and your Father, and to my God and your God." Mary Magdalene came and told the disciples that she had seen the Lord and that he had spoken these things to her. حوالي 15 عربية أو حاجة لكنها لو أي حد ركن العربية بتاعته مش متأكد شوية من الركنة وخايف إن ياخد تيكت كان نفس الشارع قبل البريسينج الأرض على الشمال فاضية ومتجهزة إن أي حد يكون فيها كنا اتفقنا مجمع الكهنة في المنطقة هنا في الساحل الشمال الشرقي مع نفسنا ديفيد ولباء الكهنة في المنطقة إن في عيد القيامة السنة دي كل الكنايس يقروا رسالة من رسائل قداسة البابا اللي من السنين اللي فاتت واللي اتفقوا على الموضوع ده وأحد الآباء مشكورا اتفضل إنه جمع لنا رسالة من سنة 1997 اللي كان قداسة البابا بعتها لكنايس المهجر هنا في أمريكا وبره علشان نقراها السنة دي والكلام ده احنا بنعمله مش لأي حاجة بس حباً مننا ان احنا نعيش ونسمع وندرس ولا نزال نتعلم من كتابات تعليم قداسة البابا دي بسم الأب والابن والروح القدس إلهنا الواحد أمين الرسالة البابوية لقداسة البابا مثلث الرحمات الأنبا شنودة الثالث من عام 1997 أبنائي الأحباء في المهجر كهنة وشعبا
يسرني أن أهنئكم بعيد القيامة المجيد، راجيا لكم جميعا حياة سعيدة مباركة في الرب. أن أول درس نأخذه من القيامة هو ما تحمله القيامة من القوة، فالقيامة هي انتصار على الموت، والموت هو أقوى والأخطر عدو معرفته البشرية. لقد انتصر الموت على الجميع حتى العظماء وجبارة البأس، ولم يهزمهم أحد بل هزم الكل. ولكن السيد المسيح له المجد بقيامته هزم الموت، وبخاصة لأنه قام بإرادته بقوته الذاتية بقوة لاهوته دون أن يقيمه أحد، كما حدث للذين أقيموا من قبل، وهكذا داس على هيبة الموت. أليس هو القائل في إنجيل يوحنا الإصحاح العاشر إني أضع نفسي لأخذها أيضا، ليس أحد يأخذها مني بل أضعها أنا من ذاتي، لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن أخذها أيضا. ولما داس بسلطانه هذا على الموت عاش تلاميذه في قوة قيامته، وأدركوا أنه لا شيء مستحيل. شعروا بذلك لما دخل السيد المسيح عليهم في العلية بعد قيامته والأبواب مغلقة، وقال لهم سلام لكم. علمتهم قيامة السيد المسيح وعلمتنا معهم أنه لا يوجد شيء مستحيل، فغير المستطاع عند الناس هو مستطاع عند الله، بل إن كل شيء مستطاع للمؤمن. بقوة القيامة تغنى بولس الرسول فقال عن الرب لأعرفه وقوة قيامته. عرف أن الرب الذي انتصر على الموت لا يصعب عليه شيء، بل كل شيء سهل أمامه، وهذه القوة التي له يمكن أن ينقلها إلى خدامه بل لكل المؤمنين به. وفي ظل هذا الإيمان قال القديس بولس عبارته المشهورة أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. نظريا كان من الصعب جدا أن تقف المسيحية ضد الوثنية وضد الديانات القديمة التي تغلغلت بذورها في عقائد الناس على مدى أجيال طويلة، بل كان صعبا أن تقف ضد اليهودية التي حاولت بكل قواها وبكل الدسائس أن تقضي على المسيحية أو تستوعبها. وكذلك واجهت المسيحية الفلسفات التي كانت سائدة في ذلك الزمان، كما واجهت الإمبراطورية الوثنية بكل طغيانها وأسلحتها وجبروتها. ولكن القوة التي أخذتها المسيحية من قيامة المسيح ومن انتصاره على الموت أعطتها طاقة جبارة للعمل من أجله. وبقوة القيامة تقدم الشهداء لملاقاة الموت، فلا خوف شاعرين أن الموت ليس هو نهاية حياة بل هو بداية حياة لا تنتهي ما دامت هناك قيامة وحياة أخرى بعد الموت. إذن لا خوف من الموت، بل يستهزئ به الرسول ويتحدى قائلا أين شوكتك يا موت، أين غلبتك يا هوية. ويقول سفر الأعمال بقوة عظيمة كان الرسل يؤدون الشهادة بقيامة الرب يسوع، ونعمة عظيمة كانت على جميعهم. إنها قوة وقفوا بها أمام رؤساء الكهنة والشيوخ اليهودية، ووقفوا فيما بعد أمام ولاة الرومان وملوكهم، وتكلموا بكل مجاهرة وبلا مانع. لم يخافوا التهديد ولا الجلد ولا السجن ولا الإيذاء. كانت القوة التي في داخلهم أقوى بكثير من كل القوى التي تحاربهم. كان الحق الذي فيهم أقوى من الباطل الذي يهاجمهم، فانتصروا على الكل. قيل عن القديس استفانوس أول الشمامسة أنه وقف ضد ثلاثة مجامع من الفلاسفة اليهود ولم يقدروا أن يقاوموا الحكمة والروح الذي كان يتكلم به. يكفي أن أولئك الأباء ما كانوا يخافون الموت إيمانا منهم بالقيامة، إنها قوة جعلت الوثنية تزول وتنقرض. قوة تلك النفوس العزلاء المؤمنة بالقيامة استطاعت أن تغلب إمبراطورية جبارة
مدججة بالسلاح وتسندها قوانينها. فانتشر الإيمان في كل أنحاء الإمبراطورية وانتهت الوثنية تماما. لذلك أريدكم أن تكونوا جميعا أقوياء في إيمانكم الذي لا يهتز أمام أفكار غريبة ولا أمام شكوك وبدع، وأيضا أن تكونوا أقوياء في روحياتكم مهما حاربتها الإغراءات والشهوات، وأن تقدموا للجو الذي يحيط بكم أمثولة طيبة يعجبون بها. وبالذات أذكر الشباب بقول القديس يوحنا الرسول: كتبت إليكم أيها الشباب لأنكم أقوياء وكلمة الله ثابتة فيكم وقد غلبتم الشرير. أما إن ضغطت عليكم محاربات العدو من الخارج فأذكروا كيف كان القديس بولس الرسول قد بكت العبرانيين قائلا: لم تقاوموا بعد حتى الدم مجاهدين ضد الخطية. أما الكبار فأقول لهم: كونوا في كل شيء قدوة عملية للصغار يرون فيكم صورة الله ونموذجا يتصف بالمثالية التي يمكن أن تستهويها، ويرون فيكم القوة الروحية والنجاح في حياتكم العملية ونجاحا لا يشغلكم عن أبدياتكم. كونوا جميعا بخير وليسمعنا الله عنكم في كل حين كل خبر طيب، وكل عام وجميعكم بخير. قداسة البابا موقع تاريخ 26/4/1997 كان موافق سبت النور. The following message is a message from His Holiness Pope Shenouda. It was actually agreed upon by all the priests in and I believe it, in order to commemorate His Holiness Pope Shenouda, to read one of his messages from previous years to commemorate him as well as to keep his teachings alive. So the following is actually a message from his Pope, from our Pope, on the Feast of Resurrection in 1997. My beloved children in the land of immigration, both clergy and laity, it is my pleasure to greet you on the glorious Feast of Resurrection, hoping for all of you a happy and blessed steadfast life. The first lesson we take from resurrection is what power the resurrection has. Resurrection is a victory over death, and death is the strongest and most dangerous enemy humanity has. Death had its victory over all, even the great and mighty warriors. Nobody overcame it, but it overcame all. The Lord Christ, by his resurrection, destroyed death because he rose by his own will, by his own power, by his divinity, without anyone to raise him, as it happened to everyone who was risen before. And in this way, he trampled the fear of death. Didn't he say in the Gospel of John, I lay down my life that I may take it up again. No one takes it from me, but I lay it down of myself. I have power to lay it down, and I have power to take it again. When he trampled death by his own authority, his disciples lived the power of his resurrection. They understood that nothing is impossible. They felt when the Lord Christ entered the upper room after his resurrection, while the door was closed, and he said to them, "Peace be upon you," John 20:19. The resurrection of the Lord Christ taught them, and taught us with them, that there is nothing impossible. For whatever is impossible to people is possible for God. With men is the impossible, but not with God. For with God all things are possible to him that believes. Mark 10:27 and 9:23. St. Paul praised the power of his resurrection when he said about the Lord, "That I may know him and the power of his resurrection." Philippians 3:10. He knew that with the Lord who overcame death, nothing is difficult for him. Everything is easy for him. This power, which is his, he can transfer it not only to his servants, but also to all believers. And by the faith, St. Paul said in his famous saying, "I can do all things through Christ who strengthened me." Philippians 4:13. Truly, the sons of God are powerful. And by his power, they began the mission of Christianity. Theoretically, it would have been very hard for Christians to confront pagans
and ancient religions, which had its roots in the beliefs of people for many generations. But also, it was also difficult to confront Judaism by all its powers and all its descent to destroy Christians or absorb it. Also, Christianity confronted the Philippians at that time and the pagan Romans by its armors, mighty and tyrant. But the power of Christians received from Christ's resurrection, from his power over death, gave the extraordinary energy to work for his sake. And for the power of the resurrection, the martyrs went to face death without fear, feeling that death is not the end of life, but the beginning of everlasting life, as also as there is resurrection and another life after death. So there is nothing to fear of death, but St. Paul mocked death and confronted it, saying, O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? 1 Corinthians 15:55. The book of Acts says, and with the power of the apostles gave the testimony of resurrection of the Lord Jesus Christ and the grace which was upon them all. It is the power by which they stood in the front of the high priest and the Jewish elders, and after they stood against the rulers of the king of Rome, preaching quietly, openly, and unhindered, Act 4:31 and 28:31. They were also not afraid of threats, flogging, prison, or torture. The power inside them was stronger than any other power fighting against them. The truth which was within them, more powerful than the falsehood which was attacking them. They had victory over philosophical councils, but they could not withstand the wisdom of the Spirit with which he spoke. Acts 6, 9, and 10. It is enough that all these fathers were not afraid of death, but believed in the resurrection. It is the power that causes pagans to disappear and disperse. The power of the unarmed soul believing in the resurrection could overcome the mighty emperor, full of weapons and supported by its laws. The belief spread in every part of the empire and pagans disappeared completely. For this, I would like you all to be strong in faith, which will not be shaken in front of strange ideas or doubts or heresies. To be strong in their spirituality in spite of temptation and desire, and to present to those surrounding you a good example to admire, to you youth especially. I remind them by the saying of St. John the Apostle, you are strong, and the word of God abides in you, and you have overcome the wicked one, 1 John 2:14. But it is temptation of the enemy pressure you from outside. Just remember how St. Paul reapproached the Hebrew saying, in the struggle against sin, you have not yet resisted to the point of shedding of your blood. Hebrews 12:14. To the elders, I tell you, be in everything a good example for the young, so that they may see you in the image of God and the perfect example to be imitated. Let them see you in the spirit, spiritual power, and success in the practical life, which do not hinder your eternal life. Be in all goodness. We hope that all God allows us to hear of you with very good news. May all the year be fulfilled in good things. His Holiness Pope Shenouda III, on bright Saturday of April 26, 1997. بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمه وبركه الان وكل وان ظهر وكل امين. في قيامه ربنا يسوع المسيح احبائي اعطانا هذه القيامه في حياتنا الداخليه. الاولاد ينزلوا تحت، الاولاد ينزلوا معاني تحت. مسيح المجد يا احبائي وهب القيامه لينا جميعا، واحنا كلنا جوانا قوه قيامه، محدش فينا ما عندوش هذه القوه. ومجرد ربنا يقف قدام امر العازر ويقول له هلم خارجا قوم يا العازر، ولان قوه القيامه واقفه قدام الموت، فالقيامه هي النصره الموت.
وزي ما كنت بتكلم الاسبوع اللي فات في بداية اسبوع الالام، وقلت انا وانتو كلنا العازر اللي احنا ارتضينا ان نكون في هذا القطر، ورغم المسير المادة احبائي بيصرخ في كل واحد فينا وقال لك اطلع بره القطر بصوت عظيم، صرخ يسوع بصوت عظيم، ولكننا لازلنا نشتاق الى قبور هذا العالم، لازلنا بنشتاق ان نكون مكان العازر ومش عايزين نطلع، والمسيح بيصرخ فينا وبيعلي صوته علينا وبيكلمنا لاساليب مختلفه، ولكن للاسف الشديد بنقعد مش مركزين. يعني مع موضوع النزاع عمواسي كان الامر يوضح شويه، لما تقابل مع تلميذي عمواس وهما ماشيين في السكة، قعد المسيح يخبط في الكلام شوية، قعد يفتح موضوعات معهم، قعد يفتح ذهنهم ويتكلم عن أمور مختصة به، سفر المزامير والعهد القديم وعن المسيح، وهم تلاصق شاب في وادي تاني. هل انا بباجي كنيسه، انا بجي اصلي قداس، بقعد في الكرسي بتاعي في وادي تاني؟ يحصل. هل في العظه بتاعت دلوقتي احنا بنتكلم مع بعض، هل احنا قاعدين في وادي تاني نفكر في الاكل بقى، الفته والشوربه والكفته والمفتيك المستديك سمحان يلا بنا خلصنا، خلي بنا ده خلصت اول وعظه، هيقولوا لنا رغوري بقى وهيطولوا الناس احنا جعانين. انت من اصحاب هذا الموضوع؟ قاعد بجسمك ولكن قلبك وابتعد عن المسيح بعيدا، انت تبعهم دول؟ هل انا لازلت اعيش في القبر بتاع العصر؟ ولا انا المسيح عرف يطلعني من هذا القبر عشان احيا معاه بقوة القيامة؟ انا مش عايز اطول النهارده باختصار شديد هتكلم، لكن تعالى نفوت كده على واحد زي يوسف الرامي. يوسف الرامي ده انسان ما سمعناش عنه في الانجيل قبل كده، سطرين صغيرين اتقالوا على يوسف الرامي، سطرين صغيرين، ولكن قدم قبر جديد للسيد المسيح. اسمعناش عنه. نيقوديموس يقول عن نيقوديموس وعن يوسف الرامي ما كانوش موافقين على اللي بيحصل مع المسيح. طب انت مش موافق على حاجه، ماشي في الطيار مع الناس اللي هم ولا بتعترض بمحبه، ولو شفت ناس بيحكموا على انسان بار بالظلم زي اللي حصل امبارح بالليل في ليله ابو غلامسيس في قصه دانيال النبي مع سوسنه العفيفه، ظلموها ولف عليها تهمه، وقف دانيال قال لك لا انا مش معاكم انا مش موافق. فانا وانت بنعمل كده؟ قال انت زي نيقوديموس ويوسف الرامي ما بتوافقش على الغلط وتعترض على الغلط بمحبه وبذوق كده وبلطف. فيوسف الرامي قدم امر للمسيح، مجرد سمع المسيح ده ما عندوش مكان يدفن فيه، مش بهدوء، من غير شوشره، من غير اعلان، من غير ضجيج، في هدوء. العطاء في هدوء. العطاء ايه؟ في هدوء، من غير ما حد يحس، من غير شفشره. ونيقوديموس ايضا اخذ الاطياب، اشترى طيب نمدين وقدمه للمسيح عشان يكفي بيه. عشان كده احبائي بنتعامل مع ربنا ده هادي جدا ومحب جدا، وهو القيام. في بعض الناس بيتعاملوا بهدوء مع ربنا باسلوبهم الهادي، بيقدموا تقديمات ومحدش يعرف عنهم حاجه،
حدش عم يعملوا حاجه خالص. وفي ناس لهم خدمات حلوه في الكنيسه ولكن قلبهم في انكار داخلي، انكار ذات، مش عايزين مجد من حد. وفي ناس زي تلمسيه عمواس جوه الكنيسه صابحين قايمين شاربين نايمين، لكن هم فوادي كنيسه فوادي تاني. من بره لينا صوره القيامه ولكن من جوه لينا نتات القبر. بره لينا صوره القيامه، احنا خصوصا لسه لكن من جواها لازلنا في القبر بتاع العازر، ما قمناش بس بيوصل العازر الغرفه خارجه. انت رايح الجحيم، تعال اطلع بره عشان انت ليك رساله. لو سمعت كلامي انت ليك رساله، وباسقط بعد كده العازر ولما تنيح دخل الى الفردوس، لان بعد الصليب دخل الفردوس. فالمسيح بقى بيحط رساله القيامه وصلنا، وقال لك مهما انت وصلت بيك الدرجه، وصلت بيك الدرجه الى الموت المسيح قومك، وصلت الهلاك المسيح قومك، وصلت لنتات القرب المسيح قومك. قال جئت وخلص فقد ايه؟ ها؟ فقد ايه؟ هلك. واحد هلك. قال لك اخلصه كمان. انت شغل ربنا. ده مش شغلتنا، احنا شغل المسيح. حتى لو شخص وصل لدرجه الهلاك، المسيح قومه يطلعه تاني ويرجعه تاني. حتى لو انت في القرب اربعة ايام برضه المسيح قومه. بس المطلوب منك ايه؟ فتح ودانك اللي بتاعت قلبك، مش ودانك دي، لا ودان جواك. فتح قلبك كده، ان سمعت صوته لا تقص قلوبكم. افتح قلبك لسماع صوت ربنا واستجيب لصوت ربنا. يقول لك سيب المكان ده، عم زي القبر بتاع العازر، سيبه. تقول له حاضر يا رب، حاضر. مش تقعد تناقش معاه. تقول له طب كمان شويه، ده انا وعدك يا رب مش هاجي هنا تاني. او تقعد لا، اسمع صوت ربنا، قول له حاضر يا رب، حاضر يا رب، اسيب المكان ده بسرعه. وتعيش مع ربنا. عشان كده احبائي احنا كلنا النهارده اخذنا قوه القيامه جوانا، اقمنا معه واجلسنا معه بالسماويات، فاحنا فينا قوه القيامه. لما الموت الخطيه يقرب مننا ما يقدرش علينا. ليه؟ لان فينا قوه القيامه. مين اقوى، القوه ولا القيامه؟ انا المسيح اعطاني قوه القيامه واعطاها لما ضعفات البشريه تقرب منك ما تخافش منها، اوعى تخاف. ايه يعني ضعفات البشريه؟ طب احنا كلنا بنقول ضعفات البشريه، ما تخافش، مش هتموتك الضعفات دي. ولكن اللي هيموتك عدم توبتك. توبتي السكه غلط خالص. تلمسي عمواس بس قاعد يكلمهم كتير، وهم مش هنا في وادي، زي ما قلت لك مش في وادي تاني، في عالم تاني. في الاخر قال خلاص اعمل لهم اشاره من الاشارات بتاعتي اللي هم لا شافوها يعرفوه. راح ماسك الخبز الاصل قال لك بس هو ده، هو لسه تقول هو ده بس ما لهوش. هو ما فيش بقى ساعات يعني تقعد تفهم في واحد ما بيفهمش، تفتح له موضوعات ما فيش، تدي امثله ما فيش. ما المسيح في الاخر قال خلاص هو ولادي برضه، ولادي ولازم انا ما اسيبهمش، لازم اكشف لهم عن نفسي. فكسر الخبز عرفوه. فهم عرفوه، اتفتحت عينهم على شخص المسيح. لانهم كانوا ماشيين مع مين؟ ماشيين مع مين؟ مع المسيح. فاتفتحت عينهم على مين؟ المسيح. وقال ياه ده احنا جوانا فعلا كان قلبنا بياكل. الواحد كان حاسس، ما يكلموا بعض يقول لك انا بياخد قلبنا ملتهبا فينا، كنا حاسين فعلا ان في حاجه، في حاجه غريبه، ده مش شخص عادي. انفتحت عينهما وعرفا وكمل السكه معاك. لكن تعالى روح لادم بقى الناحيه الثانيه يا شباب. انفتحت عينهما على ايه؟ على ايه؟ على الشر بقى، على السكه الثانيه، السكه. فأنا وأنت تعالى بقى نقسم نفسنا بمرتين. أنا عيني تتفتح على إيه؟ على زي آدم ولا زي المسيح عمواس؟ اختاروا لكم سكة النهاردة. اختار سكة. عيني ما تتفتح
تتفتح على الخطية زي آدم وحواء، انفتحت عينهما وعرف ان هم عريانين وضيعوا الدنيا. ولا عينيا تتفتح على المسيل المجد وقلبي من جوه بيغلي مشتاق له. احنا من انه نوع؟ احنا النهارده من النوع التاني بتاعت ازاي عمواس، لان احنا النهارده بنعيش ايام. عشان كده احبائي لما في يوم من الايام تلاقينا اتفتحت غلط، قلنا يا رب اديني العين البسيطه النقيه اللي تتفتح عليك انت يا رب، اشوف صورتك في الاخرين واشوف صورتك فيما حولي واشوف يا رب قداسه حواليا في كل مكان. ما تسمحش يا رب العنايه تتفتح على خطيه، اسمح عينيا تتفتح على شخصك الحلو زي ما فتحت عينين تلمسي عمواس لإلهنا المجد في كنيسة.